ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الإخوان، كنعود لكم من جديد. احنا قمنا بواحد عملية تبضع خفيفة، كنعتذروا على لا ستابيليزاسيون ديال لوبجيكتيف. المهم عملية تبضع خفيفة دائما من ضواحي مدينة باريس. يومه الاثنين في ترقب الحظر التجوال اللي غيتفرض على الساعة السادسة. هادشي اللي جاونا من معلومات، اخر المعلومات اللي كتتداول ما بين اصحاب الانترنت وفي وسائل الاتصال يعني عبر الواتساب. احنا الان قمنا بواحد الامر ديال واحد مساله تبضعيه جد هينه بسيطه جدا. كما كنقولوا بغينا غير نشوفوا الاوضاع كيفاش دايره في المحلات التجاريه، ما بغيتش نفيلمي لكم لان الناس كتكون بعض المرات يعني حزازات، وكيقدر الواحد يحس براسه يعني بحال يعني الواحد الصوره ديالو كتكون مستعمله وسائل التواصل الاجتماعي احتراما للناس. بزاف ديال الناس مديرين الماسكات، والنساء، انا كنت في واحد المحل تجاري يعني مغربي 100%، هما واحد الناس كي عندهم واحد البقاله من الحجم الكبير، كيبيعوا الخضروات واللحوم، وكيبيعوا حتى المسائل العاديه، يعني الدقيق، الروز، البيض الى اخره. كاين الاغلبيه ديال الزبائن هم من الجاليه المغربيه والجاليات الاخرى، يعني اخواننا الافارقه، وكاين تحتها بعض يعني الفرنسيين اللي كيكونوا ساكنين بالقرب من هذه المحلات، وكاين اللي كيبغي يجي يشتري لان الاثمنه كتكون شويه رخيصه، وكيكونوا منتوجات ما كاينينش، ما كنلقاوهمش في المحلات التجاريه العاديه، يعني لي غروند سيرفاس ما كيكونوش فيهم بحال السميده، بحال اتاي، بحال يعني ما كيكونش داك الاختيار اوسع، بمعنى يعني ما كتكونش عندك هذاك لو ليبر شوا تاخذ اللي بغيتي، كتلقى ماركه ولا جوج وشي لاخر ما كاينش، يعني هما عندهم كتلقى عندهم كاع المسائل، والجوده كتكون عاليه، يعني جوده مزيانه وكاين كل اختيار. المهم الجاليه كاين شويه كما كنقولوا حنا هنا في فرنسا لو ستريس، كاين ان ستريس جينيرال، يعني كنشوف الناس شويه الوجوه ديالهم شاحبه وخايفين، كاين بزاف ديال العيالات اللي مدايرين التام على وجههم زياده على الماسكات والليغات اللي حاضرين بقوه. دونك الحاجه اللي تات انتباهي ما كاينش هذاك المتر ولا المترين ديال ليلوانيومون، يعني ما كاينش هذاك الاحتراز واخذ المسافات الحيطه والحضر باش واحد ما يتعداش، يعني هذه باقا ما كايناش، ما شفتهاش. كاين الناس يعني بروتيجين وجههم مديرين الماسكات. لهذا اخواني اخواتي كنعطيكم واحد النبذه على الاوضاع هنا في فرنسا ارتقابا وترقبا لحظر التجوال، يعني حظر التجوال اللي غادي يكون امر غير مالوف، ما عمرنا ما شهدته فرنسا، ربما ميم فاش كانوا هذوك الاعمال الارهابيه في باريس ما تمش حظر التجوال، بل خلاو الناس كيتنقلوا بكل حريه. الناس القدام هنا في فرنسا ما شاهدوش هذا حظر التجوال، واخا كانوا هذوك يعني التظاهرات في الثمانينات، وكانت الثوره جد يعني ديال واحد القطاع العمال في 65 وداك الشيء، وما كانش هذا حظر التجوال. هذا يعني شيء انيدي كما كنقولوا هنا، شيء مستجد لم يكن في الحسبان، لان فرنسا تسد يعني الشوارع ديالها والمحلات التجاريه ديالها وتمنع التجول. هانتوما كتشوفوا الناس باقا كدور، دابا باقيين هما الناس كيخرجوا، كاين اللي كيدير الرياضه، كاين اللي كيتسارى، كاين اللي كيتنقل. هانتوما كتشوفوا حنا كان الدخله ديال اي مدينه ما بين مدينه ومدينه، هانتوما كتشوفوا ما كاينش ما كاين لا بوليس لا والو، باقيين ما كاينش داك لو ديبلوامون ديال جوندارمري ارمي ولا لا بوليس، دونك تو سكي هذاك الامور الامنيه باقا ما
ما كايناش انتما الناس باقا كدور. كنعتذر على لا ستابيليزاسيون حيت ما هزيتش معايا خديت غير السياره ديال الزوجه ديالي وما فيهاش هذاك لو سوبور. كنعتذر يعني سمحوا لينا على هذا الشوشره ديال المقود لانه فين ما كندور غير حاط البورطاب بحال هكا يعني كنحاول غير نوريكم بان الامور راه مازال يعني الناس مازال كيدوروا مازال كاينه حركه المرور تقريبا ماشي في العاده ديالها لان هذه الساعه في الوقت العادي كيكونوا الطريق عامره والناس كيمشي ويجي وكاين حتى حركه ديال التنقل يعني الطوبيسات والسيارات وكيكون واحد بعض الازدحام في الفروجات. انتم كتشوفوا الفروجات خاويين هنا المحلات مازال مفتوحين محلات يعني المخابز و لي بولونجري بوشي كلشي حال الى حين حنا ديما كنقولوا الى حين حنا كنترقبوا شنو غيوقع اليوم مع 6 ولكن حاليا التبضع ممكن الحركه الناس ما انتم كتشوفوا الناس كي حاطين شي كاشكول شي حاجه على فمهم ما كاينش ماسكات بزاف لان كاين واحد القضيه نتير الانتباه ديالكم. حنا في فرنسا عندنا مشكل كبير في اقتناء الكمامات واقتناء المحاليل الكحوليه. ما عندناش في الصيدليات في المحلات التجاريه الكبرى ولا الصغرى ولا اي محل ما فيش تمشي للفارماسي يعني الصيدليه كيقولوا لك ممنوع ما عندناش خاص ما عندناش لي ماسك وما عندناش الحق نبيعهم. والمحاليل الكحوليه انا اليوم مشيت للفارماسي الصيدليه طلبت منهم غير كحول 90 درجه ما طلبش حتى شي حاجه يعني كحول 90 درجه قالت لينا بانه ما عندناش الحق تبيعه يعني هذا كان مثير للعجب ما عندهاش حق تبيعه. والمهم حنا سولنا علاش قالت لك بان هذاك ممنوع والكحول 70 درجه ما بقاش في الستوك يعني ما عندوش ما كاينش الوفره ديالو. المهم اخوان ديالنا حنا قربنا نوصلوا كنتمنوا لكم دوام الصحه والحفظ يعني تكونوا ان شاء الله محفوظين برعايه الله. السلام عليكم والى موعد اخر نوافيكم بالاخبار هنا من فرنسا تقريبا في كل مستجد غادي نقول لكم شنو كاين من السد العشيه فاش غيكون التصريحات ديال الوزير الاول ولا وزير الداخليه اللي غادي يعلن على هاد الامور غادي نوافيكم بها ونقول لكم بان الحال يعني ردة فعل ديال المجتمع شنو هي وكنتمنوا لكم يعني دوام الصحه اليكم والعائله ديالكم والاحباب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يوميه.